بهذا المشهد الصامت المعبر عن كسرهن للمستحيل، بدأت السيدات احتفالهن في الشهر الذي أطلقنا عليه شهر المرأة، لما يحمله من تذكير بعظمتها ودورها في المجتمع. كالكثيرات منهن تبدو علامات الفخر على وجه هذه السيدة وهي تشارك في الاحتفال الأول بعيدي المرأة في شهر مارس في محافظة ما تزال تسودها الأعراف القبلية. الاحتفال بعيد المرأة هنا في محافظة أبين جاء متزامنا مع إشهار جمعية التميز في منطقة المخزن، والتي تهدف للعمل من أجل تمكين المرأة والنهوض بواقعها. أكثر من نشاط للجمعية والأنشطة اللي عملناها دورة تدريبية، وكانت دورة تدريبية كلها ذاتية من في مجالات مختلفة مثل مجالات الخياطة، مجالات الناقش، مجالات الصحافات الأولية والتنمية البشرية وفي مجال الصحافة. اختيار منطقة المخزن الريفية كمكان للاحتفال كان رسالة بأن المرأة هنا قد تجاوزت القيود المجتمعية وصارت قادرة على تحقيق أحلامها. اشتغلت صبح وعصر، يعني فترتين صباحية ومسائية، لكن عملنا شيء من العدم، وكذلك كان عملنا مقتصر على المواد القرطاسية. وفي مقر الجمعية التي احتضنت هذه الفعالية تبدو إمكانيات المرأة والنساء واضحة من خلال ما قمنا بإنجازه من أعمال فنية تشعرهن بالفخر. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.